لا حول ولا قوة إلا بالله. بون خوتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من باريكا، منزل الأبطال خوتنا. مرحبا بكم عندنا هنا في باريكا. بون، السيارة هذه حكينا عليها البارح وقلنا لك كي يجي السيد صاحب السيارة باش يريكيبيري السيارة تاعو من عندنا، نسمعوا من عنده المشاكل اللي كانت عنده، كيفاش بدات وين خلاص. داكور خوتنا، حنا رانا نديروا في الفيديو هذا باش الناس تستفاد وما يطيحوش في الغلطة اللي راهم يطيحوا فيها الجماعة. داكور خوتنا، خونا هذا السيارة نتاعو النهار الأول دارتلو مشكل في لاميموار، عاد السيارة ما تاكسيليريش. داكور خوتنا، كانت عنده البواط فيزيبل عيانة، وعنده روليات الداخل كانوا لازقين مكونسيين، دخلهم الماء. ما فهمتش أنا كيفاش دخلهم الماء، هذه ما عامتش هذه في لاكسيون السيارة هذه، أي كلش عين بالماء. لا علينا خوتنا، تحرق له الكيت، كي تحرق له الكيت راح جاب كيت واحد اخر وركبوه له. هنا غلط الغلطة، نورمالمون الكيت كي تحرق خوتنا لازم الكتريسيا هذا ولا المهم اللي راح يركب ولا اللي راح يخدم لازم يفتح تحقيق، لازم يخدم الخدمة نتاع المحقق كونان هنا، يدير تحقيق يفتح تحقيق في السيارة علاه فسد الكيت. الكيت يعني نادرا ما يتحرق وحده، نادرا، حالات نادرة جدا. جاب كيت واحد اخر، شراه ب 9 ملايين، قال لك 9 ملايين، جاب كيت واحد اخر مشابه نهارين مسكين، عاود تحرق له. داكور خوتنا، اي خسارته راه في 30 مليون باش نتفاهموا، بصح انا جايكم في الحكايه. كي تحرق له الكيت الدوزيام، لانه المشكل مازال في السياره، كون يركب مليار كيت يجيب ملايير تاع الكيتات رايحين يتحرقوا له، لانه المشكل راه ما تنحش. هذه الغلطة اللي دارها صاحب الكهرباء هذا، نورمالمون يفتح تحقيق هنا، يبربش شوية اللي المهم يحب يفهم على تحرق الكيت، مش يركبوا ديريكت، أو أي واحد يقدر يركب ديريكت وينوض السيارة. لا علينا، كي تحرق له الكيت الدوزيام، راحوا عادوا في الكوتي ميكانيك، نروحوا الكوتي تاع الميكانيك، قالوا له أواه أواه أنت عودت كيت، أواه البروبليم راه ميكانيك، راه سو بابات. افتح المخلوق السوبابات، عاود السيجمات، بلاش عاود عاود لي بيستون، عاود السوبابات، عاود هذا بروبليم كسيراتار. برك كسيراتار هنا لازم الانسان يحد بين المشكل الكهربائي ويحد بين المشكل الميكانيكي. المشكل الميكانيكي حنايا نعرفو، تعود تدخن، تعود الديراطي مثلا من السوبابات، عندك خبطه في الكلاس ولا خبطه في البلوك تحت مثلا، عندك تنقاص زيت، عندك سيارة تسخن، هادو كامل بروبليمات ميكانيكية يعني، أي واحد يعرفهم. بصح السيد هذا كيعاد إنسانية، خلطوها له. كنت نحسب أنا وياه قبيل الخساير ليومنا هذا 30 مليون، 30 مليون خسارة. علاوه الخسارة يطيح غير في الناس اللي غلطوها، والناس الجهال، نقولها لكم بكل صراحة خوتنا، إنسان جاهل اللي يعود ما يحدش بين بروبليم الميكانيك وبين البروبليم الكهربائي، هنا ماهوش ميلاميتي، هذا ستان جاهل ودخيل على المهنه. وتحياتنا لاصحاب الحرفه الاصليين، تحياتنا لهم، هذه هي، وماناش نزكيو في رواحنا ولا نزكي على الله احدا. هذه يعني مخلوق كما هذا كي خسر 30 مليون، خسر 30 مليون باش جابها لي انا. هو عيط لي في الاول، الحق تاع ربي، عيط لي في الاول، كنت في عطله، كنت غايب. المهم وراو له الضو، راح يتبع في صاحبه اللي ورا له في الضو، لقى روحه في 30 مليون. ذكور خوتنا، وحنا رايحين نساعدوه ما يلحقش حتى الربع نتاع 30 مليون. ذكور خوتنا، المهم هنا راك في باريكا خونا، ما خصك والو ان شاء الله. السياره راها مريقله، تنوض تكسيريلي، روح شوف كسيريلي، نسمعوا الرنده نتاع الموتور. الله يبارك مريقلة. السيارة رانا صلحناها بأقل أثمان، وحنا ما نبروفيتيوش الناس خوتنا، ولا نستغلوا حنايا الفهمة نتاعنا، نستغلوها في ابتزاز الناس، والله الحمد لله يا ربي الناس كل تعرفنا. نزيدكم حاجة واحدة أخرى، المخلوق هذا راه خسر 30 مليون، والمعلومة راها دوكا توصل، المهم توصلكم جميعا خوتنا، باش أي واحد يدير حسابه. صرالك مشكل في السيارة ما تروحش تزرب روحك، كي صرالك مشكل لازمك تحد بين الميكانيك وبين تريسيتي. عندك مشكل كوتي تريسيتي، روح بربش في الكوتي تاع تريسيتي. هذا هي خوتنا،
عاد السيد فاتح الموتير دوفوا تحته خطرتين و 30 مليون هذه خاوتنا داخله فيها الكيت شركيت ب 9 ملايين وميكانيس يفتح له دوفوا داس 6 ملايين ولا واشيه 3 ملايين للفتحه وزيد سوبابات. المهم مقسمطين العين ميله السيد ظالميه مقسمطين العين ميله جيب سوبابات جيب جوانات جيب سيجمات جيب بيستوات وكذا هو بروبليم كسيرات هذه هي الديفوا رانا نحيناه له خاوتنا لقينا روليات مكونسيين فيهم الماء بدلنا له البواط فيزيبل تاعو كانت عيانه ريقلنا له الشيء اللي ريقلوه احنا نعرفوه احنا يا خاوتنا هاو بربي ان شاء الله هاو عنده الضمان عنده الضمان السياره راهم كاشيه باش تكون على بالك راهم كاشيه كاشيه رانا نخدموا بلا كريمو خاوتنا رانا ماناش هكذاك هذه هي خاوتنا ومرحبا بكم مرحبا بكم عندنا هنايا في باريكو هم زارونا ناس تبسه ناس بس منين من تبسه بالضبط؟ من العوينات من العوينات؟ عندكم تيد انتم ثاني؟ عندنا راقده على طول راقده على طول هذوك نجيبوهم لكم دروك نعطيوها القزوله هنايا والله تدي القزوله هنا في باريكا نقول فيكس بالي بلاد الرجاله وبلاد المكرمين ربي يعيشك ربي يعيشك اخوكم بالفم ولا ربي يعيشك دوكا تخرج ل 25 هذيا ناس قسمتينا ناس حبابنا تخرج ل 25 يزيد يدخل الدوز ها يدخل الدوز حلوه ولوز هذه هي خاوتنا 48 ولايه مرحبا بكم العمل رانا بديناه خاوتنا رانا في الخدمه هنايا اي حاجه اتصلوا بالرقم اللي راه في الصفحه هذه هي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.